قوة ومكانة شيوخ القبائل احنا بندعمها وبنعززها وهندعمها وهنعززها اكتر. يد بيد كانت قبائل سيناء مع الدولة المصرية في معركتي الإرهاب والتنمية، فخلال عمليتي حق الشهيد والعملية الشاملة لعبت القبائل دورا أساسيا ساعد الدولة المصرية في فرض الاستقرار الشامل في شبه الجزيرة واكتثاث جذور الإرهاب والحرب عليه، وذلك على الرغم من تعمد الميليشيات الإرهابية استهداف أبناء القبائل. دور أبناء قبائل سيناء في الحفاظ على تراب الوطن له جذور تاريخية، بداية من دورهم بعد احتلال سيناء عام 1967 وحتى استعادة الأرض في عام 1973، ليتكرر هذا الدور العظيم في الوقوف بجانب الجيش والشرطة المصرية في القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره منذ عام 2013، مما كان له بالغ الأثر في تنمية وبناء سيناء من جديد، وهو ما ساهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء سيناء، فضلا عن إتاحة بنية تحتية تعمل لعشرات السنوات القادمة. وفي ظل نجاح الدولة المصرية في حرب الإرهاب والتعمير، كان لأهالي سيناء الشرفاء ومجالس القبائل العربية هناك دورها الرئيسي من خلال عدد من شركات المقاولات التي ساهمت في عدد كبير من المشروعات الصناعية والزراعية ومشروعات البنية التحتية. من مصر، طارق أحمد. شيء من الثوابت الحقيقة اللي ما ينفعش أبداً أبداً إن إحنا نناقش فيها أو نتفاوض فيها أو نختلف عليها، هي مسألة دور أهلنا واللي هم جزء لا يتجزأ من الدم المصري، أهلنا في سيناء الحبيبة، سواء ده كان في شمال سيناء أو في جنوب سيناء. الدور اللي قامت بيه ودايماً بتقوم بيه من أوقات سيناء، من مؤامرات ومن اعتداءات، والدور والأدوار مش دور، الأدوار البطولية اللي بتقوم بيها وقام بيها أهالي سيناء من سنوات طويلة وعقود طويلة مضت وحتى اليوم وفي الأمس القريب، ودورهم في محاربة الإرهاب، حتى الحمد لله احتفلنا بإنهاء الإرهاب الأسود في سيناء وعودة التنمية وعودة الحياة لطبيعتها. دور الحقيقة يذكر فيشكر لكل أهالي سيناء من الشيوخ والعواقل وكل أفراد سيناء الحبيبة. اسمحوا لي أرحب بضيفنا العزيز الأستاذ أحمد مبارك، المحلل في الشأن السياسي وعضو تنسيق شؤون الأحزاب والسياسيين. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ عمرو وكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. يعني لازم نذكر ولازم نقف عند هذه المحطات، يعني شايف إزاي الأدوار البطولية اللي ما زال بيقدمها أهل سيناء وشيوخ وعواقل سيناء؟ يعني في البداية أنا بشكر حضرتك والبرنامج على تناول هذا الموضوع المهم جدا، وبعد القضاء على الإرهاب يعني لازم نعطي كل ذي حق حقه. أكيد. وفي البداية أنا عايز برضه أوضح عشان السادة المشاهدين يبقوا فاهمين حجم اللي اتعمل. قضية الإرهاب في سيناء، الدولة ما كانتش بتواجه شوية شباب متطرفين، ده كانت مرتزقة وناس جاية من بره ومدعومين من جهات أجنبية بيمولوهم بالسلاح وبيمولوهم بالمعلومات وبيمولوهم بالأموال واللوجستيات وخلافه. كانوا عملوا بنية أساسية للإرهاب في وقت خلو الدولة. بالضبط، المخطط كان كبير وخبيث ما بين إنهاك الجيش المصري وإنهاك قبائل سيناء، وما بين ان هو يروج في الاعلام الحقوا ده مصر مش قادره تسيطر على سيناء فيلا بقى اما احنا نحميها. كان مخطط كبير الحقيقه، ودور قبائل سيناء في التعاون مع الجيش المصري عشان نوصل للحظه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده وننهي معركه الارهاب ونبدا معركه البناء، كان دور حيوي وهام جدا. لان المعركه مع التنظيمات الارهابيه دي ما كانتش فقط معركه قوه وذخيره، كانت معركة معلومات ومعركة عقول ومعركة ذكاء ومعركة أفكار. ويمكن يا لو عايزين نتكلم عن اتحاد قبائل سيناء وإزاي كان بيتعاون مع الجيش المصري ودورهم المحوري، يمكن كان فيه أدوار كتيرة، يمكن أذكر منها مثلا
امداد القوات المسلحه والاجهزه الامنيه بكل المعلومات عن اماكن وتواجد العناصر الارهابيه اللي كانت بتتخذ من بيوت المدنيين او العشش او المزارع. طبعا ما نقدرش ننكر برضو زي ما بنقول ايه، اهل مكه ادرى بشعبها، يعني سيناء طبيعه فيها جبليه وطبيعه صحراويه وفيها كهوف واماكن متطرفه، فكان لازم الادله اللي هو جمع دليل، يعني طبعا الادله دول كانوا مع القوات المسلحه كتف بكتف خلال المداهمات وخلال العمليات الامنيه علشان تكون نسبه النجاح مضمونه. فاهالي سيناء يعني ضحوا بالكثير بالدماء مع الجيش المصري بالضبط، سواء اللي كانوا بيتلقوا تهديدات انهم ما بيبلغوش وكانوا بيروحوا يبلغوا. مظبوط. كان بعضهم الادله دول اللي كانوا بينزلوا في المداهمات مع الجيش المصري وبيتعرضوا لمخاطر الاستشهاد زيهم زي الجنود المصريين. فالحقيقه دورهم كان هام جدا، ويمكن اخص كمان اتحاد قبائل سيناء واخص اكثر قبيله الترابين اللي عملوا الحقيقه دور جبار جدا جدا. لو هنتكلم فضل. لو كمان بقى نخش على المعركة الثانية، يعني الحمد لله بقى بعد هذه المجهودات والتعاون الكبير ما بين القبائل وما بين الجيش، نتكلم بقى على المعركة الثانية برضو اللي هي لا تقل أهمية عن المعركة الأولى، وهي معركة البناء. خلي بالك يا أستاذ عمرو، في الفترات الأخيرة في المرحلة الأخيرة من الإرهاب، كان الإرهابيين من يأسهم كانوا بيستهدفوا الأماكن المدنية والمنشآت المدنية، محطات الكهرباء، محطات مية، بعض الشركات والأماكن والمزارع المملوكة لأهالي سيناء، مساجد، حتى المساجد ما سلمتش بالزبط. منهم يعني بالضبط. فكان أهالي سيناء بقى في معركة البناء كانوا بيستثمروا أموالهم وبيعملوا عقارات وبيشاركوا مع الدولة في إنشاء منشآت وبيغامروا بأموالهم علشان يدخلوا يعمروا كتف بكتف مع الدولة. والحقيقة برضو لازم نشيد بالمجهود الجبار اللي اتعمل آخر 5 سنين أو آخر 8 سنين في سيناء. احنا بنتكلم في 600 مليار جنيه تم صرفهم على تعمير سيناء. لو أنا مع حضرتك النهاردة عشان نعدد المشاريع محتاجين حلقة ساعة، مش محتاجين مداخلة. بنتكلم عن اللي اتعمل في شرق بورسعيد اللي جوه سيناء، مزارع الفيروز، بنتكلم عن مدينة نركي لصناعة القطارات، بنتكلم عن مدينة إيباز لصناعة السيارات، بنتكلم عن الجامعات الأهلية سواء جامعة الطور أو جامعة سلمان في شرم الشيخ، بنتكلم عن محطات تحلية المية ومحطات الكهرباء وشبكة الطرق الجديدة. والجميل كمان بقى، كمان أنت بتتكلم النهاردة في شبكة قطارات، النهاردة في مشاريع لربط العريش بشرق بورسعيد، مينا العريش الجديد، حاجة مينا العريش ده يعني قصة كبيرة عظم. قوي 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 يعني طبعا. مينا العريش ده هيبقى هو المنفذ البري لكل الدول المجاورة لينا، اللي هم ما كانوش بيجولنا الأول وكانوا بيلجأوا للدول الثانية، لا النهاردة هيجوا مصر ويصدروا ويستوردوا من خلال ميناء العريش الأقرب ليهم داخل سيناء. أهم مشروع بقى من المشاريع اللي أنا بعتبرها مشروع عظيم جدا وإن كان الأعظم من وجهة نظري ولازم ياخد حقه في الإعلام، مشروع الأنفاق اللي تحت قناة السويس. أيوه. اللي بتربط سيناء بالوادي في وحدة أرضية واحدة. مظبوط. يعني العظيم الكاتب المفكر العظيم جمال حمدان كان بيقول في كتابه شخصية مصر، كان بيتكلم عن سيناء، كان بيتكلم ان ضرورة ربط سيناء بالوحدة الأرضية من خلال الأنفاق ده. المشروع ده اللي اتعطل لخمسين سنة ونفذ ضمن مشروع تطوير قناة السويس في 2016، ثلاث أنفاق في السويس والإسماعيلية وبورسعيد اللي هي البداية الحقيقية لتعمير سيناء بقى، لأن أنت النهاردة لا بقيت معتمد على كوبري ولا معتمد على معدية، لا ده أنت النهاردة بقى البضائع داخلة خارجة، الاستثمار داخل خارج. فهذه الوحدة بجوانبها كمان الاستراتيجية وجوانبها الدفاعية وجوانبها العسكرية وجوانبها التنموية، مشروع عظيم ومشروع تأجل زي ما بقول لحضرتك لخمسين سنة. مظبوط مظبوط. يعني يا أستاذ أحمد، كنا دايما بنقول لماذا لا يتم تعمير سيناء، إمتى يتم تعمير سيناء، ليه بيتأخر مشروع تعمير سيناء، ده كان مقولة دايما بنشوفها ما بين المفكرين وفي الجرائد وفي المقالات يعني. صحيح. والمستفيد الوحيد من عدم تعمير سيناء هم أعداء مصر أكيد. وعايز أقول لك على حاجة برضو، يعني كويس الكلام بيجيب بعضه،
لو تاخد بالك الاعلام المعادي لمصر والاعلام المأجور والصفحات المشبوهه، اكثر المشاريع اللي بتتهاجم في مصر هي المشاريع لو تاخد بالك اللي مرتبطه بسيناء، اللي مرتبطه بمحور قناه السويس، اللي مرتبطه بالقصر السريع اللي هيربط، هيبقى قناه السويس ثالثه اللي هيربط العالمين بالعين السخنه، لان هم مش عايزين سيناء تتعمر. يعني عايزينها فاضيه. العظيم جمال حمدان يقول لك ايه؟ التعمير وحده تنميه ودفاع في نفس الوقت. طبعا طبعا طبعا، كتل بشريه واستثمارات وناس وحياه اكيد. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد مبارك المحلل في الشان السياسي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.